بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل مشاهدي قناة الأيام. نتواجد اليوم في بالقرب من الجسر المعلق، حيث تظاهرات الجمهور العراقي الذي يرفض الانقلاب على الانقلاب الناعم الذي يجري على العملية السياسية. وبالتالي اليوم الجماهير الحاشدة، على الرغم من أن الوقت ما زال مبكرا وبالرغم من ارتفاع درجات الحرارة، الجمهور العراقي الذي يرفض لكل هذه المحاولات يعني يتواجد اليوم في هذه المنطقة. وينضم إلي الآن النائب عن تحالف الفتح السيد علي تركي. مرحبا بك استاذ، حياكم الله. اليوم شلون شفتوا حضور الجماهير، حضور الشعب العراقي لهذه التظاهر التي دعت لها اللجنة التنسيقية لدعم الشرعية؟ نعم، بداية تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الكرام ولكل هذه الجموع الغفيرة التي لبت اليوم نداء الشعب، نداء الوطن، وجاءت قادمة من محافظات العراق لتصحيح مسار عملية سياسية شابه الكثير من الخروقات. طبعا منذ بداية إعلان النتائج ولغاية اليوم نرى أن التدخلات التي حصلت في العملية السياسية هي تدخلات مشبوهة، من تزوير الانتخابات، من التدخل الأممي والتدخل الداخلي كذلك. لذلك اليوم هذه الجموع عندما لبت هذا النداء وجاءت لتقول إن من يريد تصحيح العملية السياسية فليبدأ من البرلمان وداخل البرلمان، وليس عن طريق احتلال البرلمان وعن طريق فرض إرادات وكسر إرادات للمقابل. اليوم كلنا أبناء وطن واحد، كلنا أبناء شعب واحد. هذا الشعب وهذا الوطن يقينا لديه ملاحظات على العملية السياسية، ولكن من يريد التصحيح يجب أن يكون بالطرق القانونية وليس بفرض أسلوب العصابات وأسلوب الاقتحامات وأسلوب احتلال بيت الشعب الذي هو البرلمان. لذلك نقول اليوم البرلمان هو ليس خاص بأحد، وإنما هو بيت لكل الشعب العراقي. هذه الجموع والتي بدأت تتوافد بكثرة اليوم كما ترونها جاءت لتصحح مسار هذه العملية السياسية، جاءت لتقول إننا يجب أن نحتكم إلى الدستور، إلى القانون، إذا كنا نريد حقا أن نصحح وليس أن نفرض وليس أن يعاد هذا الوطن إلى وقت الانقلابات، سواء كانت الانقلابات الناعمة أو الدموية. اليوم أستاذ علي، تأكدون هذه التظاهرات هي ليست موجهة ضد جهة معينة وفيها معينة، إنما تؤكد على أحقية أن يتم العمل وفق الآليات الدستورية إذا كان هناك رغبة في تغيير يعني شيء ما في النظام السياسي؟ نعم، إحنا في هذه التظاهرات نقول أولا أننا هناك تداول سلمي للسلطة يجب أن يكون، وهذا التداول ليس أن يكون الكاظمي يفرض إرادته على الشعب العراقي، على القوى السياسية، عن طريق نشر الفوضى. وكذلك نقول من يريد أن يصحح يجب أن يكون عن طريق الدستور حصرا. أستاذ علي تركي النائب عن تحالف الفتح، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نعم أحبة المشاهدين، اليوم هذه الجماهير المتوافدة إلى بالقرب من ساحة الجسر المعلق يعني تتوافد بشكل يعني كبير جدا دعما لأحقية النظام السياسي. وإذا كانت هناك أي من الملاحظات فيما يتعلق بسير أداء النظام السياسي فهناك آليات قانونية وقوانين مرعية نافذة يمكن بها تمرير هذا الطريق الإصلاحي في تعديل النظام السياسي. وبالتالي كما أكد النائب علي تركي عضو تحالف الفتح أن هذه التظاهرات ليست موجهة ضد فئة معينة وضد شخص بعينهم، إنما هي تدعم كل السياقات الدستورية، وإنما ترتفع بمؤسسات الدولة التي يعني يصف المتظاهرون هنا أن هيبتها قد سقطت مع ما حدث من أمور أخيرة وأمور يعني وصفوها بأنها إخلال ب يعني مؤسسات الدولة، يعني شهر محرم الحرام. وأيضا هذا الجمهور هو يعني نتاج طبيعي لسلسلة من التضحيات الجسامة التي ابتدأت منذ مقارعة نظام الطاغية صدام، وصولا إلى يعني مقاتلته لزمر تنظيم داعش الإرهابي، وصولا إلى هذه المرحلة. وبالتالي أن هذه التضحيات الجسام لهذه الشريحة وما تمثله من أنها يعني تدعم النظام السياسي الذي كان نتيجة طبيعية وأحقية لسلسلة من التضحيات الجسام ما بعد عام 2003، وبالتالي أن اليوم هذه الجماهير ترى أحقيتها بأن يكون يعني تعديل
كل الأمور التي تشوب والملاحظات حول أداء العملية السياسية وفق آليات معينة، ليس كما جرى بحسب وصفهم من أنها عملية أسقطت هيبة الدولة وأفقدت الهيبة والرسمية لمؤسساتها الرسمية. ينضم إلي الآن أحد يعني المعتصمين أو المتظاهرين الذين حضروا اليوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم برغم ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جدا، لكن اليوم آليت أن تحضروا اليوم، شنو رسائلكم من هذه التظاهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الإمام الحسين وظهورنا اليوم لدعم الشرعية والقانون والدولة ومؤسسات الدولة من الدستور ودعم للأجهزة الأمنية وضد هذه الفوضى التي تعم البلاد. يعني اليوم الرسائل تؤكدون أنها لا تستهدف مظاهراتكم أي جهة معينة؟ أبدا، إلا دعم للقانون والدستور والقضاء وكل مؤسسات الدولة، ما نستهدف أي شخصية وأي جهة سياسية أو غيرها أو متظاهرين. نحن مع القانون، مع الدستور، مع الأمين، مع الأجهزة الأمنية، مع النظام. اليوم شيخ طيلة يعني دخولكم لهذه المنطقة اليوم، شلون شفتوا تعاون المتظاهرين مع القوات الأمنية وحرصهم على عدم أي احتكاك مع هذه القوات؟ خلنا أقول لك فرد شيء، نحن من القوات الأمنية والقوات الأمنية منا، لا يوجد أي احتكاك ولا يوجد أي خلاف ولا يوجد أي شيء. نحن جئنا اليوم دعم للقوات الأمنية ومساندة لهم وفرض هيبة الدولة. اليوم شنو تشوفون رسائل اللي تقدمونها من هذه التظاهر؟ هي التظاهر اللي احنا دعم القانون ودعم الدولة ودعم الأجهزة الأمنية وفرض القانون والقانون فوق الجميع. شكرا جزيلا. نعم أحبتي المشاهدين، كما يعني أكد المتظاهر بأن هذه التظاهرة لا تستهدف أي جهة معينة، وإنما يعني تحاول أن تعيد هيبة القانون لهذه المؤسسات التي تم الدخول إليها بطريقة يعني غير شرعية وغير حضارية. وبالتالي يعني كما أكد طيلة دخولنا إلى هذه المنطقة التي تقع بالقرب من الجسر المعلق، هناك تنسيق عالي ما بين اللجنة المنظمة لدعم الشرعية وما بين القوات الأمنية وما فيهم يعني أمن الحشد لمنع حدوث أي احتكاك أمني أو ما شابه ذلك، باعتبار أن المتظاهرين هنا يقدمون رسالة سلمية صريحة وواضحة وكاملة ولا تقبل أي تأويل أو يعني قراءات متعددة، إنما هم هنا يدعمون الشرعية التي يعني يرون بأحقيتهم في أن يكون النظام السياسي يعني بكامل صلاحياته وأن تعود يعني وأن يعود قطار البرلمان إلى سكته وأن يستكمل الاستحقاقات الدستورية التي تعطلت كثيرا في هذه الدورة البرلمانية. وبالتالي أن كل هذه الجموع تؤكد على رسالة واضحة وبليغة وصريحة بأنها تدعم هيبة الدولة وتدعم مؤسسات الدولة وتدعم كل الأمور التي من الممكن أن تعيد الأمور إلى نصابها الحقيقي. إذن مشاهدينا نبقى معكم في هذه التغطية المستمرة لتظاهرات اللجنة يعني لجنة الدعم الشرعية وكل هذه التطورات الأخيرة سننقلها لكم أولا بأول، لكن أثبت نقطة أن هناك تنسيق عالي ما بين كافة القطاعات الأمنية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء وأيضا مقتربات هذه المنطقة وما بين لجنة دعم الشرعية لمنع حدوث أي نوع من الإخلال أو الفوضى في هذه المظاهرة. وبالتالي أن هذه الجماهير حريصة جدا على أن تتم هذه المظاهرة بكافة يعني سلميتها وعدم حدوث أي إخلال أمني أو فوضى أو اضطراب في هذا الوضع. إذن يعني ينضم إلينا أحد المتظاهرين. السلام عليكم. شونك؟ الله يسلمك، حياك الله. اليوم آليت أن تحضروا برغم ارتفاع درجات الحرارة وبرغم كل ما أشيع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ما هي رسائلكم في هذه المظاهرة ومشاركتكم في هذا الاحتجاج السلمي؟ والله بالنسبة حضوران نتمنى الأمن والأمان للعراقيين ونتمنى ضبط النفس، لأن هاي الحشود مو هنا، نتمنى ما تصير شرارة وتؤدي إلى غير شيء، ونتمنى هاي الناس الله يحفظها ونتمنى الأمن والأمان للعراقيين. اليوم شلون شفتوا طبيعة التنظيم وطبيعة السلمية التي تشهدها هذه المظاهرة الاحتجاج؟ الحمد لله وشكر لحد الآن ما أخشي، إن شاء الله كل إحنا إخوان
ونريد احنا نريد الشيء الصحيح اللي الشعب اللي يفيد الشعب. احنا ما نريد هاي جهة او جهة، نريد الشيء الصحيح اللي يفيد الشعب هاي الناس. اهلا وسهلا. اذا مشاهدين الكرام، كما يعني اردفت لكم بان المتظاهرين هنا يحرصون جدا على سلمية هذه المظاهرة الاحتجاجية. السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نحيي فضائية الايام، هذه الفضائية الميدانية التي نشاهدها في جميع الميادين والاحداث الساخنة، فبارك الله بكم وبجهودكم. ثانيا اسمحوا لنا ان نعبر عن موقفنا الرافض للاستهانة لاستهداف مؤسسات الدولة، المؤسسات الشرعية، والانقلاب على الدستور وعلى العملية السياسية وعلى النظام السياسي العراقي الحديث الذي دفع العراقيين وأبناء الشعب العراقي ثمنه باهظا. بذلوا الجهود الكبيرة والكثيرة، وكذلك قدموا الدماء وقدموا الشهداء من أجل هذه الشرعية، من أجل إقرار الدستور وصيانته، من أجل تقويم المؤسسات الشرعية للدولة. هذه الجماهير التي تشاهدونها أمامكم هي من مختلف فئات الشعب العراقي، لم تكن مختصرة لفئة دون أخرى، إنما تمثل الشارع العراقي من البصرة من الفاو إلى زاخو. حقيقة ما من محافظة ما لها تمثيل في هذا الحضور الجماهيري. هذا الحضور وهذه التظاهرة هي تظاهرة سلمية هدفها دعم الشرعية ودعم الدستور ودعم مؤسسات الدولة لا غير. كلا كلا لأمريكا، كلا كلا لإسرائيل، كلا كلا للمتآمرين الخونة، كلا كلا لكل من يريد الوقوع بين الإيقاع بين الأخوة. كلنا أبناء وطن واحد، وكلنا أبناء دجلة والفرات، فلا فرقة بيننا. الفرق هو من يريد بناء دولة، والفرق الثاني هو من يريد تخريب الدولة بمؤسساتها بكل شرعيتها. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مشاهدينا الأكارم ينضم إلينا أيضا أحد المتظاهرين على كل الممارسات التي يرونها بأنها غير قانونية، وبالتالي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاج، شلون شوف طبيعة المشاركة الشعبية الواسعة في هذه التظاهرة الاحتجاجية؟ إن شاء الله مظاهرة سلمية وماكو بها أي اختلاف. نحن كلنا تيارون وكلنا صدريون، ماكو فرق بين التيار الصدري وبالتالي هنا تؤكد بأن هذه التظاهرة ليست مواجهة. لا 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 لا، احنا ما نقبل المواجهة ومرفوض المواجهة، لأنه التيار الصدري من عندنا، واحنا بيانا اللي احكي لك 73، انا ومحمد باقر الصدر من 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 الصدري، من الخط الصدري، ولحد هذه اللحظة انا اقبل باكر يصير كلام اي كلام يصير بياناتنا. احنا اولاد المذهب الواحد، اولاد المدينة الوحدة، اولاد هذا العراق الوليد. احنا نريد اصلاح حقيقي، ونؤيد الاصلاح، ونؤكد على الاصلاح، ونؤكد على الاصلاح للمرة المليون. الاصلاح واجب على كل مواطن عراقي أن ينتفض مع الإصلاح، ولكن ضمن القوانين الدستورية. من ضمن أكو نظم دستورية بشعري، بالتالي تشوفون أحقية المطالب، لكن أن تجري وفق سياقات معينة، وفق نعم سياق نعم دستوري لا يخل بهيبة نعم الدولة نعم بأي نعم شكل نعم من الأشكال. إحنا لا نقبل بتغييب التيار الصدري، لأنه تيار فاعل وإلى بنفوسنا داخل وإلى تأثير عندنا. يعني إحنا نحترم الكل، لأن إحنا أولاد محمد باقر الصدر وأولاد محمد صادق الصدر، هذول اللي ضحوا في سبيل أن ينقذون هذا البلد من الفوضى ومن التعارف ومن التناحر، ومن دائما يوصون بالوحدة. الوحدة دائما يوصون السيد الشهيد الصدر، انا قعدت عدة جلسات معه، كان يحدثنا على شغلة التلاحم والتآزر والقوة ونبذ الباطل اينما يكون، حتى لا كان في عائلتي بيتي اكو باطل انفضه. ولكن احنا هيهات هيهات، ونسأل من الله ان تقعد العقلاء من كل الاطراف، هم يردوها قتال شيعي شيعي، وهذا ما يصير. النظرة الروضة قطعا. يعني أمر رسالة كانت بليغة بأن لا يوجد هناك أي اقتتال ما بين أبناء المكون الواحد. نعم، لا أكو الاعتدال. إحنا الآن مع كل المطالب المشروعة للشعب العراقي،
أينما يكون من شماله إلى جنوبه. احنا ايد واحدة، كلام واحد، قضية واحدة، عندنا اكو حقوق للشعب العراقي. يجب انا على الشرفاء كل سياسيين وغير سياسيين ان يتكاتفون في سبيل ان يقومون نهضون بالواقع العراقي. شكرا جزيلا. تحية طيبة لكل مشاهدي قناة الأيام. نستمر في تغطية هذا التظاهر السلمي لمن يدعمون سلمية النظام السياسي ويحتجون على كل التصرفات التي شابتها الأيام الأخيرة من تصرفات غير مدروسة ربما كما يصفها هنا المحتجون، بعد أن كنا في يعني بالقرب من يعني النفق المعلق وعلى أسوار الخضراء، اضطررنا إلى الابتعاد يعني كثيرا عن هذه المنطقة باعتبار أن جرت هناك ربما عمليات مقصودة من إضعاف خدمة الإنترنت، وبالتالي هذا ما أجبرنا على الانسحاب لمسافات بعيدة باتجاه يعني جسر الطابقين، باعتبار أن هناك عملية ربما تكون مقصودة ومدروسة من خلال إضعاف شبكة الإنترنت، وبالتالي هذا ما أثر كثيرا على اتصالنا بالمؤسسة الإعلامية، وبالتالي يعني اضطررنا إلى الابتعاد كثيرا عن هذه المنطقة يعني عندما كنا هناك أسوار الخضراء قبل قليل، وربما هذه يعني مضايقة أخرى تمارسها الجهات المعنية يعني ضد الصحفيين الذين يقبلون هذا التظاهر السلمي والاحتجاج الذي يعني يدعم شرعية النظام السياسي ويؤشر مكامن الخلل في كل ما شهدته الأيام الأخيرة من عمليات مقصودة لإسقاط هيبة الدولة، وعمليات يعني ممنهجة من أجل أضعاف يعني النظام السياسي الذي قدم من أجله العراقيين تضحيات جسام. يعني كما أشرت أن نحن نبتعد قليلا أو كثيرا عفوا عن المنطقة الاحتجاج التي كنا يعني عندها بالقرب من أسوار المنطقة الخضراء، واتجهنا باتجاه الجسر الطابقين باعتبار أن خدمة الإنترنت قد ضعفت كثيرا، وربما تكون هذه عملية مقصودة من أجل يعني تضييق القناق على الصحفيين في نقل هذا الاحتجاج السلمي بالقرب من الجسر المعلق. تستمر هذه الوفود بالاحتجاج والقدوم إلى ساحة الاحتجاج هنا في بالقرب من الجسر المعلق لتعبر عن رأيها في رأيها الرافض لكل هذه الممارسات التي يضعون الكثير من علامات الاستفهام حيالها، ومن هي الجهات التي تقف خلف هذه العمليات في الإخلال بهيبة النظام السياسي وفي إخلال بكل العملية الديمقراطية التي قدم العراقيون من أجلها تضحيات كثيرة. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. نعز الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ونتمنى للعراق الأمن والأمان والاستقرار، ونسأل الله أن يوحد كلمة السياسيين ويبنون دولة لخدمة الشعب العراقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا حاج. شكرا جزيلا. الشيخ سعد محمد ديوان، عشيرة المعارضة، من أهالي البصرة. شكرا جزيلا حاج. بارك. استثمر هذه النقطة. نعم. قدمتم من محافظة البصرة للتعبير عن رفضكم لكل العمليات التي تجري داخل المنطقة الخضراء وعمليات الاستهداف الممنهجة لإضعاف هيبة الدولة، بالتالي هذا الأمر ممكن يعني تشوفونه عملية مرفوض، وقدمتم من محافظات بعيدة برغم ارتفاع درجات الحرارة للتعبير عن هذا الأمر. نعم، نحن نريد هيبة الدولة ولا نريد زعزعة الأمن في العراق، نريد استقرار العراق، نريد الأمن الأمان للخير للعراق. وشكرا جزيلا حاج. شكرا جزيلا. السلام عليكم استاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم الرساله اللي تقدموها من هذا الميدان الاحتجاجي، ما هي الرسائل التي تودون ان توصلونها الى الجهات ذات العلاقه فيما يتعلق بكل الامور والاشكاليات التي حدثت خلال الايام الماضيه داخل قبه البرلمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن من اهالي البصره اتينا بهذه الاجواء الحاره الى عاصمه العراق بغداد الحبيبة لإثبات أنه رفضنا القاطع إلى التعدي وعلى قانون الدولة وقانونية الدولة وهيبة الدولة. نريد بناء دولة حديثة يتمتع بها الشعب العراقي بالحرية والخدمات، ونوصي جميع الكتل السياسية بحل النزاعات فيما بينهم وإثبات قانونية الدولة، وحتى تسير الأمور كما ينبغي للشعب العراقي والشعوب الأخرى.
ونرفض رفضا قاطعا التعلق بالمناصب وجميع الأمور الدنيوية. نحن شعب عانينا ما عانينا من النظام السابق ولا زلنا نعاني، وخاصة محافظة البصرة التي عانت وتعاني ولا زالت مستمرة بالمعاناة. نريد دولة، نريد قانون، نريد حكومة. بالتالي أستاذ اليوم تشوفون هذه الجماهير هي مكملة لتضحيات التي قدمها العراقيين أبان حكم الطاغية صدام والتضحيات التي قدمها ما بعد عام 2003، وبالتالي اليوم ما يجري هو عملية اختطاف لهذه التضحيات. نعم، هذه الجماهير المحتشدة الآن أمام بوابة البوابة الخضراء أو أمام جسر المعلق هي رافضة لكل اللي يجري من الصعود على أكتاف الدولة العراقية لأجل المناصب ولأجل المآرب الخاصة. هذه ثورة جماهيرية شعبية ترفض وتريد إثبات القانون وإثبات أنه الدولة وهيبة الدولة في النظام الفيدرالي العراقي. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شلون صحتكم؟ حياك الله شيخ. شيخ اليوم قبل لا أرد على الإمام علي، لأن احنا قدوتنا الإمام علي واحنا المسيح يمثلنا الإمام علي، إلى ما نهتدي بنهجي الإمام علي احنا ما عملنا كله فاشل، وكسادة وشيوخ، وهاي أنا من شيخ البصرة شيخ ويد على دولة القانون. أقول علي بحر العلوم وقدوة الأحرار، رفع راية محمد وانحية هالدار، علي سيف المجرب والفتى الكرار، وبارز عنوانه بيوم الصد والملعب. هاي هزوجة. شيخ اليوم تشوفون أكو هناك عمليات ممنهجة من أجل أحداث الفتنة ما بين أبناء المكون الواحد أبناء المكون الشيعي عبر الاقتتال، وهذا الأمر أكدته المرجعية وأكدته جميع القيادات السياسية بأنه مهما سعي لهذا الأمر هذا ما راح يصير. أبناء المكون الواحد متوحدين برغم كل نقاط الاختلاف اللي ممكن يعني يتضادون بها. نحن نقتدي بأهل البيت، وهذا هسه عندنا شهر عاشور، يعني مقتل الإمام الحسين واستشهاد الإمام الحسين، فإحنا نعتب على السيد المفروض يقتدي بوالده السيد محمد صادق الصدر، ويقتدي بعمه محمد باقر الصدر، وريده يتقرب وريده يفتح إيده ويمدون إيده جماعتنا إليهم شعب كشعب وككتلة شيعية، يعني واحد يمد إيده لثاني وينتهي الخلافات. إحنا جاي هسه متظاهرين على إنهاء الخلافات، وبيناتهم يتفقون على صيغة تخدم الشيخ. الدعوة صادقة من قبل كل هذا الجمهور أن نعم أن يعني يتم لم الشمل الشيعي بأقرب وقت ممكن إن شاء الله. يتم اللم الشيعي ونعتب على الناس اللي متمكنين ورؤوس الدولة ومثل أسياد الدولة يجتمعون بيناتهم ويفضون الشغلة، يعني حتى لا تصير جتحة بيناتنا وبعد ما تنتهي الشغلة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يفض الشغلة بيناتهم ونتعامل. شكرا جزيلا. إذن كما يعني شاهدتم أحبة المشاهدين أن هناك يعني حرص كبير من قبل كل الجمهور الذي يسعى من أجل يعني إبراز السلمية كعنوان أبرز وعنوان واضح في هذا الميدان الاحتجاجي، وبالتالي أن هذا الجمهور يسعى أيضا إلى تقديم دعوة مفتوحة لطاولة حوار جديدة تشمل جميع الأطراف السياسية بما فيها التيار والإطار لرأب الصدع ولإنهاء يعني عقدة هذا الانسداد السياسي الذي يعني انسحب نحو التوقيتات الدستورية وأثر بشكل كبير جدا على مجمل الأوضاع العامة، خاصة في ظل حكومة تصريف الأعمال التي يؤشر هنا المحتجون أنها مارست نوع من يعني تقديم المعونة أو تقديم المساعدة أو افتاح الساحة لكل الجهات التي يعني أثرت بشكل أو بآخر في الإخلال بهيبة الدولة، وبالتالي أن المتظاهرون هنا يقدمون دعوة صادقة ودعوة إلى يعني دعوة جدا مفتوحة إلى وضع اليد باليد من أجل العبور بالاستحقاقات الدستورية إلى ضفة الأمان وتجنيب البلاد ما يعني الخيارات المفتوحة والخيارات الخطرة التي ربما تكون أغلبها وغير المحمودة إذا ما استمر هذا الانغلاق السياسي. المحتجون هنا يؤكدون أنهم سيواصلون هذا الاحتجاج
السلمي بمعناه الكامل، وهذا ما أكدته للأيام أيضا اللجنة المنظمة لدعم الشرعية باعتبار أن هؤلاء ليسوا طلاب سلطة أو طلاب مناصب بقدر ما هم يعني يسعون إلى إبراز يعني النظام السياسي الذي ربما تعرض إلى خدوش خلال الأيام الأخيرة بحسب وصفهم طبعا. وهذا الأمر من الممكن أن يفتح سيناريوهات غير محمودة إذا ما استمر الوضع كما هو عليه اليوم. تواجدنا هنا بالقرب من الجسر المعلق في الساعات الأولى، وقبل بدء الاحتجاز كان هناك توافد يعني من ساعات مبكرة من قبل المحتجين برغم ارتفاع درجات الحرارة، لكن آثر هؤلاء المعتصمين أو المتظاهرين في الحضور إلى هنا إلى ساحة الاعتصام من أجل قول كلمتهم. لكن نحن كصحفيين يعني نقلنا الصورة بكل ما هي موجودة وبدون أي رتوش وبدون أي تفاصيل أخرى، لكن تعرضنا إلى مضايقة صحفية من إعلامية ربما تكون مقصودة عندما تم إضعاف شبكة خدمة الإنترنت، وربما تكون هذه العملية مقصودة إذا ما تم الأخذ بنظر الاعتبار بأن كانت يعني لا تشوب هذه الشبكة أي يعني مساوئ أو ما شابه ذلك، لكن بمجرد حضور وسائل الإعلام واقترابها عند بوابة الجسر المعلق حدث خلل كبير جدا، ويعني وفقدت يعني أجهزتنا الاتصال بالمؤسسة الإعلامية، وبالتالي هذا أجبرنا إلى الانسحاب كثيرا نحو جسر الطابقين، وبالتالي هذه العملية لا يمكن القول بأنها عفوية وبأنها غير مقصودة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن الساعات الأولى ما قبل الاحتجاج وما بعد بدء ساعات الاحتجاج أي ما بعد الساعة الخامسة كانت كل الأمور سليمة، وكانت كل الأمور يعني لا يوجد أي يعني خلل في هذه الأجهزة، لكن تعرضنا إلى مضايقة إلكترونية إن صح التعبير، ومضايقة يعني الجهات المعنية ربما تم إضعاف هذه الشبكة، وربما وصلت في ساعات يعني في أحيان أخرى إلى قطع هذه الشبكة بالقرب من أسوار المنطقة الخضراء، وهذا ما أجبرنا إلى الانسحاب كثيرا إلى يعني الجسر الطابقين. بالتالي نحن كوسائل إعلام حرصنا على تقديم الصورة الكاملة لهذه الجماهير بدون أي تفاصيل أخرى وبدون أي ملاحظات أخرى. هذه الجماهير تؤكد بأنها قادمة من أجل دعم شرعية النظام السياسي وعدم السماح بأي شكل من الأشكال بالإخلال بهذا النظام الديمقراطي الذي قدم من أجله العراقيين تضحيات جسام ربما أو فعلا منذ زمن نظام الطاغية صدام، وبرغم كل الملاحقات التي تعرضوا لها والتعذيب وما إلى ذلك وصولا إلى ما بعد نظام عام 2003 أي القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي. هذا الجمهور حسيني حرص أن يتمتع بنظام ديمقراطي يضمن له التعددية ويضمن له حرية الرأي، وما يجري اليوم بحسب وصفهم هو تفرد بالسلطة وهو عملية تكميم الأفواه وعملية القبض بالمشهد بصورته الوحيدة يعني من قبل أحزاب وجهات معينة من دون أن تأخذ هذه الأطراف بنظر الاعتبار بأن النظام الديمقراطي يعني ضمن لجميع هذه الكتل السياسية حق المشاركة وإبداء الرأي. وبالتالي أن هذه الجماهير ليس لديها من رسالة سوى أنها حريصة جدا على النظام السياسي وحريصة جدا بالمحافظة على نتاج ما بعد عام 2003 الذي يعني قدم من أجله العراقيون تضحيات كبيرة وجسيمة جدا وصلت إلى حد الدماء، وربما يعني من يتتبع الأيام منذ زمن الطاغية صدام وصولا إلى اليوم تضحيات وصلت إلى الدماء وتضحيات كبيرة جدا وتضحيات جسيمة قدم العراقيون من أجل النظام السياسي يضمن له حرية الرأي ونظام سياسي يضمن له التعددية والرأي الآخر، وبالتالي أن عملية المحافظة على يعني المحافظة على ما يجري اليوم في داخل المنطقة الخضراء هو إخلال بهيبة الدولة وإخلال بعملية يعني إخلال هيبة ومؤسسات الدولة، وبالتالي أن عملية ما يجري اليوم يجب أن تكون وقفة مسؤولة من قبل الجهات ذات العلاقة. ونلتقي اليوم بأحد المحتجين اليوم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. شلون صحتكم أخوي؟
اليوم شيخ حضوركم هنا الى هذا الميدان الاحتجاجي وحتى اقترابنا من ساعات الليل، هذا شنو الرساله اللي تردون توصلونها الى كل الجماهير او كل الجهات ذات العلاقه في داخل المنطقه الخضراء وربما حتى خارجها؟ الرساله هي رساله واقعا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اليوم لما يكون عتب شديد اللهجه وعالي الكلمه وكثير المطالب اللي تكون على الدولة بالنسبة إلى الشعب، أكيد راح تكون هاي النتائج، يعني قلة خدمات، سوء خدمات، سوء إدارة، فساد مالي، فساد إداري. نحن لا نعلم أن هذه الحكومة حكومة عراقية أم حكومة هي عميلة، لأن هنالك أيادي خارجية وأجندات. هذا الخروج اليوم هو ليس خروجا ضد شخص، هذا خروج تياري وإطاري ويشمل جميع المكونات بصراحة، ليس خروجا أمام شخص أو لأجل شخص ما، هو خروج من أجل خدمات، من أجل تصحيح المسار، من أجل أن تأخذ النتائج الانتخابات يعني استحقاقها الدستوري وتشكيل حكومة. معاناة كبيرة ومآسي تجاوزت واقعا الحد مما يندى لها الجبين، فهذا الخروج إن شاء الله يغير. أنا متأكد أن السياسيين هم بحجم المسؤولية وأنهم سيعون هذا الخروج ويعون هذه الحركة الجماهيرية. بالتالي مع الأعداد الغفيرة الشيخ التي خرجت اليوم برغم كل الظروف المحيطة بها بخروج هذه الجماهير، ترون أنه من الأهمية أن يتم دراسة هذه المطالب وأن يتم إعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي درءا لما هو أخطأ؟ والله أكيد إذا كانت الحكومة أن تأخذ بهذا الخروج على محمل الجد أنها تضع طاولة وتضع هذه المطالب، لأن يعني بالتالي هؤلاء أبناء الحكومة وهؤلاء الشعب وهؤلاء هم أصحاب القرار وهؤلاء هم الذين جاءوا بهذه الحكومة، فهم قادرون على أن يبدلوا كل 6 ساعات حكومة أخرى. لنا القدرة ولنا الإمكانية وعندنا الفكر وعند القوة اللي ممكن أن تؤمن لنا عيشنا وتؤمن لنا سعادتنا إذا عجز عنا الغير. ضياء السبتي، مسؤول توجيه العقادي، سراي 10، اللواء 8. شكرا جزيلا. إذا أحبتي مشاهدينا الكرام، كما اطلعتم أن الجماهير المحتجة اليوم حريصة جدا أن توصل رسالة واحدة لا غير، هي أهمية أن يتم الأخذ بكل أن يتم النظر بكل المطالب التي تقدمها هذه الجماهير المحتجة. ربما هي لا تمتلك من المطالب إلا شيء واحد، وهو إعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي والدفع بقطار تسمية ما تبقى من الرئاسات لإكمال الاستحقاقات الدستورية. فإن ما جرى من عملية كما يصفها هنا المحتجون هو عملية انقلاب أبيض وانقلاب ناعم، ربما يعني ستشهده العملية السياسية أو ربما هو مرسوم للعملية السياسية خلال المدة المقبلة. وبالتالي أن هذه الجماهير وضعت العصا في هذا الطريق وفي قطار وفي عجلة يعني هذا المشروع الذي تشوبه الكثير من علامات الاستفهام، فما الداعي وما المغزى كما تقول هذه الجماهير من تعطيل الاستحقاقات الدستورية محط يعني مع قرب مجلس النواب من إكمال يعني من انتخاب رئيس الجمهورية برغم المحطة الصعبة التي تعترض هذه العملية، وأيضا برغم يعني تكليف السيد رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني بتشكيل الحكومة. كما تشاهدون هناك احتجاج كبير جدا وهناك احتجاج بالغ جدا، أطفال ونساء وأيضا كبار في السن يحضرون إلى هنا ويؤكدون بأنهم يمتلكون مطالب مشروعة ومطالب حقيقية يجب الأخذ بنظر الاعتبار. كل هذه الجماهير ليس لديها من رسالة سوى واحدة، وهي أهمية أن يتم الأخذ بنظر الاعتبار بكل هذه بهذا المطلب الذي يرونه هو مفصلي في تاريخ العملية السياسية. فالشيء الذي قدم من أجله المتظاهرون تضحيات جسام كما تشاهدون اليوم، هذه جماهير محتشدة، جماهير كبيرة حضرت اليوم وما زالت تتوافد إلى ساحة الجسر المعلق، ويدينون كل الشكر للمرجعية الدينية التي يعني التي كان لها دور بارز في عملية يعني المحافظة على النظام الديمقراطي، وبالتالي أن هذا الجمهور الحسيني هو مكمل أيضا للتضحيات التي كما أشرنا سابقا التي قدمها العراقيون ويعني ما قبل عام 2003 وما بعد هذا التاريخ. وبالتالي هذا وأيضا
مطبق لكل توصيات المرجعية التي كانت دائما ما تشدد على أهمية المحافظة على هذا النظام السياسي، وأيضا الدفع باتجاه إجراء إصلاحات حقيقية وإجراء إصلاحات جوهرية في جسد هذا النظام برغم الملاحظات التي يعني توضع على هذا النظام. لكن ما يجري اليوم بحسب المحتجين هنا أن هناك عملية اختطاف للدولة، وهناك عملية ممارسة إقصاء لجهات بعينها من على المشهد، خاصة مع قرب يعني البدء بخطوات البدء بخطوات تشكيل الحكومة التي رشح فيها السيد محمد الشياع السوداني، التي رشح الإطار فيها السيد محمد الشياع السوداني. وبالتالي هذه الجماهير أيضا تؤكد في رسالتها على أن احتجاجها ليس موجه باتجاه شخصية معينة أو فئة معينة، إنما هو يعني موجه نحو الجهات التي تريد اختطاف الدولة، وهو يهدف إلى عملية إرجاع الأمور إلى نصابها الحقيقي بعد أن خرجت كثيرا وتم التعدي على مؤسسات الدولة وتم إسقاط هيبة الدولة والتجاوز على القوات الأمنية. وبالتالي هذا الأمر ربما يعني يشكل نقطة سلبية في تاريخ هذا النظام السياسي وفي تاريخ التضحيات الجسامة التي قدمها الشعب العراقي، والتي كانت يعني تضحيات بالدم. وهل يوجد أزكى وأغلى من الدم العراقي؟ وكانت توصيات المرجعية برغم أنها قد يعني ما آلت إليه الأمور، وبرغم الملاحظات إلا أنها تؤكد على النظام السياسي بشكل أو بآخر، وهذه الجماهير الحسينية أيضا تؤكد ذات الأمر. وبالتالي أمام هذه المطالب الحقيقية والمطالب الواقعية لهذا الجمهور المحتج، يجب أن تأخذ كل الجهات المعنية والجهات ذات العلاقة وحكومة تصريف الأعمال أيضا بهذه المطالب، كونها مطالب يعني حقيقية ومطالب مشروعة ستضع العراق عند مفترق طرق صراحة، كما يصفه متتبعين للمشهد وكما يصفون الجمهور المحتج أيضا على ما آلت إليه الأمور. وبالتالي أن يعني هذا الميدان الاحتجاجي ربما يعني يستمر أكثر وربما يمتد لساعات أكثر، يعني لغاية الآن لا توجد أي يعني توضيحات أخرى من قبل اللجنة الداعمة لشرع للجنة المنظمة لدعم الشرعية التي يعني قد حشدت هذه الجماهير لدعم شرعية النظام السياسي. نلتقي اليوم بأحد المحتجين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم الرسائل اللي تقدمونها من هذا الاحتجاج، وشون شفتوا الأعداد الغفيرة اللي شاركت بهذه المظاهرة؟ صراحة الرد الفعل الجماهيري اليوم هو على القفز على الدستور من قبل المحتجين بحجة الفساد الديمقراطية ودخولهم والاعتداء على المؤسسة التشريع مجلس النواب، وهذا خلاف للعملية الديمقراطية ومصدر لرأي الجماهير. اليوم الجماهير حاضرة وأضعاف أضعاف من الذين حضروا إلى الخضراء وأساءوا إلى العملية الديمقراطية وأساءوا إلى مشاعر الناس والشعب ومحاولات جر العراق نحو المشروع الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني الوهابي. ونعتبر هذا الحراك الذي فعلوه هو تطبيقا لاجتماع جدة لبايدن في حرمان العراق من الالتحاق بطريق الحرير وتوقيع اتفاقية تحت قبة البرلمان. هم يعطلون البرلمان لأن السيد المرشح لرأس الوزراء محمد الشياع السوداني أعلن في برنامجه أنه من أولويات البرنامج الحكومي تخليص العراق من رعيته الاقتصادية من خلال بناء البنى التحتية، وهذا لا يأتي إلا من خلال تفعيل الاتفاقية العراقية الصينية والصندوق النفط السيادي الذي من خلال التمويل اليسير بمئة ألف برميل فقط، مع العلم كردستان يصدر يوميا 1.5 مليون برميل. يعني استاذ اليوم هذه المطالب الواقعية للجمهور التي الجمهور المحتج عند أسوار المنطقة الخضراء، نعم، يجب أن يتم التعامل معها بكل يعني مفصلية وبكل يعني مهنية. اليوم نحن جئنا لنؤكد تطبيق الدستور، وجئنا لنؤكد أنه الذي ينسحب من العملية السياسية يترك للآخرين لقيادة العملية السياسية وتفعيل برنامج حكومي وتفعيل مجلس النواب لإصدار وإقرار تشريعات من شأنها النهوض بمتطلبات الخدمية للشعب العراقي، والتي هي إلى الآن هناك فيتو أحمر أمريكي على تفعيل الكهرباء، تنفيذ مشاريع الكهرباء، منع سيمس من الكهرباء،
اهلا وسهلا دكتور كاظم جابر. كما لاحظت احبتي المشاهدين، اليوم الجماهير مؤكده على مطلب واحد، وهو اهميه ان يتم اعاده الامور الى نصابها الحقيقي، وان يتم التعامل مع كل هذه المطالب بكل مهنيه وبكل يعني ارضيه مناسبه، ان تجد هذه المطالب ارضيه مناسبه للبدء باعاده الامور الى نصابها الحقيقي، وان يتم الشروع باكمال الاستحقاقات الدستوريه جماهير، حتى مع يعني دنو الساعات، دنو ساعات الليل، ما زالت الجماهير تتوافد بالقرب من الجسر المعلق، محتجة على كل ما رافق الأيام الأخيرة من عمليات يرونها هنا المحتجين طبعا أنها عمليات اختطاف للدولة، وعمليات البدء بخطوات يعني انقلاب ناعم، انقلاب أبيض على العملية السياسية، وبالتالي أن يعني المحتجين هنا يؤكدون أهمية أن يتم العمل والنظر بكل هذه المطالب الواقعية، وأن يتم إيجاد أرضية مناسبة لها، وأن يتم الشروع بإعادة قطار سكة الاستحقاقات الدستورية إلى محطته، وأن يتم الشروع باستكمال الاستحقاقات الدستورية يعني باعتبار أنها تأخرت كثيرا، والجمهور الحسيني يتطلع أيضا إلى أهمية تشكيل حكومة عراقية خدمية عنوانها الأبرز، قادرة على تلبية متطلبات المرحلة. العراق اليوم في وقت وتاريخ مفصلي، ويجب أن يتم يعني أن تأخذ هذه الحكومة العراق إلى بر الأمان. يعني نتواصل معكم أحبتي المشاهدين في هذه التغطية ما قبل بدء ساعات الاعتصام، ولغاية الآن مستمرون في نقل كل هذه الأصوات المطالبة بأهمية إعادة الهيبة لمؤسسات الدولة وتشكيلاتها، وأن يتم الأخذ بنظر الاعتبار بالمطالب الحقة التي يرى هنا الشارع المحتج أنه من الضروري تطبيقها، باعتبار أنها لا تخالف القوانين المرعية ولا تخالف القوانين النافذة، وأن يتم الأخذ بهذه المطالب بصورة واقعية وبصورة مهنية، وأن لا يتم تجاوزها وعدم تهميشها وعدم إبقاء المشهد على ما هو عليه، باعتبار أن الأمر إذا ما بقي كما هو عليه من الممكن أن يفتح الخيارات الغير المحمودة والخيارات المقلقة ربما، خاصة وأن العراق اليوم في وقت مفصلي ووقت وتاريخ يعني ربما يكون مفصلي في تاريخ العملية السياسية، خاصة وأن التعديات كما يصفها المحتجون هنا طبعا التي حدثت يعني على مؤسسات الدولة يجب أن يتم وضع لها حد، وأن يتم البدء يعني إكمال ما تبقى من الرئاسات وتسمية هذه الرئاسات للخروج بالعراق من عمق الزجاجة الذي يعني الشعب العراقي اليوم يئن بالأزمات المركبة والأزمات التي بدأت تلاحقه، خاصة في الأيام الأخيرة مع حكومة تصريف الأعمال، وبالتالي أن هذه الحكومة ربما يعني يحملها هنا الجمهور المحتج المسؤولية فيما حدث، أين كانت القوات الأمنية وأين كانت كل التشكيلات الأمنية عندما تم التعدي على مؤسسات الدولة، وعندما تم التعدي على هذه المؤسسات وإسقاط هيبتها. فالأجهزة الأمنية اليوم يرى هنا المحتجون أنها لم تقم بواجباتها كما يصفها هنا المحتجون أيضا. نتواصل وإياكم في هذه التغطية المستمرة لنقل كل الأصوات الرافضة لما آلت إليه الأمور من عملية إخلال بهيبة الدولة وعملية إخلال بنظام الدولة. السلام عليكم حاج. عليكم السلام والتحية والإكرام. اليوم شلون شفتوا هذه الجماهير المحتجة، الأعداد الكبيرة اللي حضرت إلى ساحة المظاهرة اليوم بالقرب من الجسر المعلق، برغم كل ما أشيع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وبرغم ارتفاع درجات الحرارة، فكل الظروف المحيطة لم تكن مؤاتية، لكن آثرتوا على نفسكم أن تحضرون إلى هذه الساحة لتدعمون ولتوصلون أي من الرسائل؟ يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العلي العظيم. نعم، العمل الصالح هو الذي يبقى ويبني. نحن حضرنا هذا اليوم 1 آب 2 محرم إلى هذا المكان لكي نوصل أصواتنا للعالم أجمع بأن أبطال المرجعية وأبطال الحشد الشعبي المقدس وخيرين من العراقيين الأصلاء لن يقبلوا ولن يسكتوا على التهميش وعلى خلق الفتن. نعم، حضرنا هذا اليوم لكي نوصل رسالتنا
ونقول لا لمصطفى اللاكاظمي، لا كلا وألف كلا، لن نقبل بأن كما خان الأمانة ومد يده ومد يديه إلى أمريكا وإلى التطبيع الإسرائيلي اليوم شيخ وإلى تركيا التي قتلت أبناؤنا، ولكن هذه الحشود المليونية حضرت هذا اليوم لتعبر عن غضبها ولن تقبل بمساس كرامة العراق أجمعين. عراقنا الحبيب يبقى صمام أمانة هو سماحة السيد علي السيستاني، ونحن جميعا ننادي تاج تاج على الرأس سيد علي السيستاني، تاج تاج على الرأس سيد علي السيستاني، تاج تاج على الرأس سيد علي السيستاني، تاج تاج على الرأس سيد علي السيستاني. أبو الشهيد سلام الساعدي أحد شهداء الحشد الشعبي المقدس، الله محييك إن شاء الله. السلام عليكم. اليوم حياك الله شيخ، اليوم تشوفون هذه الجماهير المحتجة والجماهير الرافضة لما حدث داخل المنطقة الخضراء تمتلك من المطالب ما هو واقعي وما هو مهني، ويجب أن يتم تدارسها وأن يتم الأخذ بها بنظر الاحتمال. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. اليوم نريد نوصل رسالة للعالم جميعا، انه اللي يريد يشعل الفتنه بين شعب العراقي اول ما هو يصاب بالعمى، ونقول احنا اليوم كنا عراق واحد ان شاء الله، بس نريد نوصل انه العراق بخير، عندنا عراق النفط الاسود الذهب الاسود منهوب خيراته، فان شاء الله نرجع هاي الخيرات للشعب العراقي اللي هو صاحب الخيرات الذهب الاسود، هذا خيراتنا منهوبه، شعب خريج، شوف شبابنا خريجين ما عندهم اي وظيفه. احنا اليوم يعني هاي المشاكل اليوم تشوفون ضروره البدء بخطوات تشكيل حكومه حتى تعالج لنا هذه الازمه. احنا ليش احنا طلعنا ضد الفساد؟ نطلعنا ضد اي كل ظالم وكل فاسد، لان هاي شبابنا تفاوع عليه شاب حلو محترم يبيع له جقايره ويبيع له مي، هذا ظلم، او يروح الى واحد يكبسل، على شنو دي كبسل؟ من الحياة هاي الصعبة اللي صارت عليه. بس احنا اليوم نوصلنا رسالة للحكومة للكاظمي، نقول له يا كاظمي يكفي عليك ظلم، الشعب ما يتحلم بعد ما يتحمل ظلم، شعبنا شعب العراق حليم، بس اللي يصبر لحدود، للصبر حدود نقول. الله يبارك فيكم. اليوم احبتي المشاهدين كما يعني سمعتم هذه الهتافات هي تؤكد على الالتزام بخطوات وبكل ما ترسمه المرجعية من خطوط عريضة، بأهمية أن يتم يعني الالتزام بكل خطوات يعني النظام السياسي وكل المتغيرات التي حدثت في الأيام الأخيرة ربما تقلل من هذه التوصية التي دائما ما كانت تقدمها المرجعية وما قدمه هذا الجمهور الحسيني أو ما بين قوسين هم أبناء الشايب، فهم ربما تضحيات، فهم ربما هو نتيجة طبيعية ومحصلة لكل يعني التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب العراقي. هذا الاحتجاج شاركت فيه نساء وأطفال وأيضا يعني كبار في العمر وأيضا شباب، نلتقي بأحد الشباب هنا. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. اليوم رسائلكم اللي وصلتوها بهذه المشاركة يعني كافي، ظلم كافي، تحملنا هواية كلها حروب إيران، إحنا يعني ما مجبورين نتحمل أغلاط الدول الأخرى، أمريكا السعودية كاظمي، يعني إزالة الكاظمي مطلب جماهيرنا مثل جاي يشوف أعداد كبيرة، وهذا جماهيرنا ما موجودة كلها بعد عندنا بالمحافظات، وإزالة الكاظمي هي ثار للشهداء القادة أبو مهدي المهندس مقاسم سليماني. وبالتالي أحبة المشاهدين هذه الجماهير التي ترفع هنا الجموع المحتجة تؤكد على أهمية أن يتم معالجة كل الخروقات التي حصلت خلال الأيام الماضية وأن يتم إعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي، وبالتالي من غير المعقول ومن غير الممكن أن تضحيات جسيمة وتضحيات كبيرة قدمها الشعب العراقي باختلاف يعني أجناسه وباختلاف قومياته وطوائفه من أجل تشكيل نظام سياسي يضمن له الحرية العقائدية وحرية الرأي وغيرها من الحريات التي كفلتها جميع دساتير المعنية بحقوق الإنسان.
وبالتالي أن ما يجري اليوم من عملية اختطاف دولة ربما معها تختطف هذه الحريات وهذه الأمور التي قدم من أجلها الدماء الكثيرة والدماء الغالية جدا. نبقى وإياكم أحبة المشاهدين في هذه التغطية لمناقشة كل ما تقدمه هذه الجماهير من يعني من أمور رسمية وأمور مطالب رسمية يجب أن يتم الأخذ والنظر بها باعتبار أنها مطالب حقة تعيد وأنما مطلبها الأساس هو أهمية المحافظة على النظام السياسي. إذن أحبتي المشاهدين متواصلين وإياكم في هذه التغطية الحصرية لنقل الأصوات المطالبة بأهمية أن يتم الأخذ بنظر الاعتبار بكل المطالب المشروعة التي قدمتها هذه الجموع المحتجة لما آلت إليه يعني الأمور في الأيام الأخيرة وبالتالي أن يتم دراسة هذه المطالب بشكل واقعي. ما تزال الوفود والمشاركة في هذه الاحتجاجات مستمرة لغاية اليوم لغاية الآن برغم انقضاء ساعات أخيرة في جو مرتفع الحرارة ويعني شمس لاهبة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم سيدي شلون الرسائل اللي تقدموها بهذه الميدان الاحتجاجي وشنو مطلبكم بالأساس؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. يسألونك عن الروح قل الروح من عند الله فالبشر كلهم روح الله وقال الكائنات كن فيكون خلق الكون. فظلم في العراق زاد حد 14 18 16 سنة ماكو تعيينات رواتب ماكو ضج الشعب خرج على أمتي بكرة أمتي فالشعب يريد حقه على المرجعية إن شاء الله دائما مظاهرات بإذن الله تعالى. اليوم سيدي تشوفون أهمية يعني إعادة الهيبة لنظام مؤسسات الدولة. احترموا الحرس والقانون ورجعت الشباب بدون مظاهرات قوية وسلمية إن شاء الله وده يتجاوبون بإذن الله طول مدة 48 ساعة إن شاء الله تبين النتائج بإذن الله تعالى. مشكور تحياتي. اليوم يا حبة المشاهدين ما زالت هذه الاحتجاجات متواصلة يعني حتى اللحظة وما تزال مستمرة هذه الوفود بالمشاركة بعمليات الاحتجاج ضد ما آلت إليه الأمور في الأيام الأخيرة وبالتالي أن هذه الجماهير ترى من الأهمية بمكان أن يتم دراسة كل مطالبها على الرغم من أن يعني اقتربنا من ساعات الليل ربما لا تفصلنا سوى دقائق عن يعني حلول الظلام لكن ما تزال الجماهير متوافدة لغاية الآن وتطالب بحقها في أن يتم يعني تصحيح الأوضاع الأخيرة التي شابت العملية السياسية وبالتالي هذه الهتافات ربما تكون أصدق مما قلنا بأن هذا الجمهور هو جمهور مكمل وجمهور حسيني مكمل للتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب العراقي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم تأكدون على أهمية المحافظة على النظام السياسي وأهمية الالتزام بكل الإرشادات الواردة من المرجعية الدينية. طبعا احنا العراقيين ننتظر من مرجعنا سيد علي السيستاني هو صمام العراق وننتظر منه ان يقض النقاط على الحروف وكل شيء ما نطلب من الشعب العراقي بس الامان والاستقرار. شكرا جزيلا. نعم احبتي المشاهدين ما تزال هذه الجموع تتوافد الى ساحه الجسر المعلق اي مكان الاحتجاج الذي اختارته اللجنة المنظمة لدعم الشرعية احتجاجا على كل الممارسات الأخيرة التي شابت العملية السياسية وما تم الوصول إليه من عمليات استهداف ربما تكون ممنهجة وعملية يعني استهداف بشكل أو بآخر لنظام الدولة ومؤسسات الدولة وعليه لابد من إيقاف هذه الممارسات كما يقول المحتجين هنا طبعا. وبذلك فإن برغم تقريبا انقضى 3 ساعات من هذا الاعتصام لكن لم يحدث أي اشتباك أمني أو تصادم أي أمني مع قوات الأمن المكلفة بحماية المنطقة الخضراء وبالتالي أهمية الالتزام كانت حاضرة بشكل كبير جدا ما بين القوات الأمنية المكلفة وعلى المكلفة بحماية المنطقة الخضراء والتي تتواجد على أسوارها وما بين اللجنة المنظمة لدعم الشرعية. كان هناك تنسيق واضح داخل هذه اللجنة أفضل إلى
يعني عبور 3 ساعات تقريبا من هذا الاحتجاج بدون حدوث أي مصادمات أمنية أو ما شابه ذلك، وإذا ما حدث الشيء القليل فإنه تم تداركه بشكل سريع جدا، ولم تسمح هذه اللجنة المنظمة بحدوث أي اختلال في هذه التظاهرة أو يعني أن تتسبب بنوع من الفوضى. الجماهير هنا خارجة من أجل يعني مشروع نظام سياسي المحافظة على هذا على هذا المشروع السياسي الذي امتد يعني طيلة ما بعد عام 2003، وأهمية أن يبقى هذا النظام مع الملاحظات التي عليه، لكن أي ملاحظة من الممكن أن يتم تصحيحها وفق آليات وفق يعني نوافذ دستورية من دون التعدي على هيبة مؤسسات الدولة وأنظمتها الرسمية. وبالتالي اليوم يعني هذه الجماهير وسلميتها كانت واضحة جدا خلال الساعات التي مضت والتي قضت من هذا الاحتجاج. كانت هناك تنظيم عالي داخل هذه اللجنة، حريصة جدا هذه اللجنة حريصت خلال أن يتم هذا الاحتجاج السلمي بكافة وسائله السلمية من دون أي حدوث أي تصادم أو اشتباك ما بين القوات الأمنية وما بين المحتجين لما آلت إليه الأمور الأخيرة داخل المنطقة الخضراء، مع تأكيد بأن الإطار الشيعي قدم دعوة صادقة ودعوة مفتوحة لقادة الإطار التيار الصدري على اختلاف مستوياتهم ودرجاتهم بأن يتم البدء بمرحلة جديدة من الحوار، مرحلة جديدة يعني تكون فيها المصلحة العليا للشعب العراقي على رأس القائمة من دون أن تتسبب المصالح الضيقة والمصالح الشخصية بأي نوع من يعني مآلات أي نوع من يعني سيناريوهات غير المحمودة. وبالتالي أن يعني الجمهور الذي لبى دعوة الإطار بالخروج بمظاهرة اليوم كانت واضحة من خلال الأعداد الكبيرة التي شاركت اليوم في هذا الاحتجاج، لكن ما يؤسفنا نحن كمؤسسات إعلام نحن ابتعدنا كثيرا عن بوابة الجسر المعلق باعتبار أن هذه المنطقة شهدت عمليات ربما تكون مقصودة، لا يمكن الحكم لكن ربما نقول هكذا باعتبار أن الإشارة كانت جدا سليمة ولم تحدث أي خلل، لكن سرعان ما بدأت مؤسسات الإعلام بالتوافد حتى تم يعني التقليل من جودة هذه الخدمة، وبالتالي اضطرنا الابتعاد والانسحاب لمسافات يعني بعيدة عن المنطقة الرئيسية والمنطقة المخصصة لهذا ميدان الاحتجاج. رسالة واحدة بأن يتم المحافظة على النظام السياسي وأن يتم البدء بخطوات التشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن عبر طاولة حوار تجمع جميع الأضداد السياسية بما يؤمن الاستمرار على هذا النظام السياسي بشكل يعني واضح كما قدم العراقيين هذه التضحيات الجسام. أبان النظام الطاغية صدام وأبان يعني وأبان ما بعد عام 2003 عندما احتل تنظيم القاعدة وتنظيم داعش يعني عدد كبير من مناطق العراق. وبالتالي أهمية أن يتم المحافظة على النظام السياسي وأن يتم تصحيح الأمور بشكل سريع وبشكل عاجل درءا يعني لسيناريوهات غير محمودة ربما تكون فتنة وما شابه ذلك، باعتبار أن هذه الأمور تحاك ليلا ونهارا يعني في الداخل ربما وحتى في الخارج. هذه الأيام كانت حريصة أن تنقل الصورة كاملة وواضحة بدون أي قطعات أو رتوشات، يعني كنا حريصين جدا أن ننقل هذه الصورة وإلى تغطيات أخرى وإلى ميدان احتجاج ربما ينظمه هذا المحتجون مرة أخرى. ستوافيكم الأيام أولا بأول، شكرا لطيب المتابعة، آملين أن نلقاكم في يعني أوقات أخرى، شكرا جزيلا.